بيزان اسماعيل يوتيوبر من بين أشهر اليوتيوبرز العرب، معروفة بشخصيتها العفوية وصوتها الجميل وجمالها الساحر. فلتحقق بيزان هالنجاح الكبير اللي هي عليه حاليا، مرت بظروف جدا صعبة وحساسة وقاسية للغاية، ظروف صرحت عنها وظروف لم تصرح عنها لحد الآن. فمؤخرا وخلال مقابلتها مع الإعلامية كارول ضمن برنامجها Get Real with Carol، صدمت الجميع بتصريحاتها حول طفولتها والمعاناة اللي عانتها. فصرحت بيزان أنها فقدت أبوها بعمر صغير من بعد ما طلع من البيت للعمل صباحا ولم يعد من وقتها. واللي ما يعرفه الجمهور أن عائلة بيزان وصلتها قبل فترة شهادة وفاة تابعة لأبوها ليتأكدوا أنه ليس مفقود بل هو متوفي، ولكن بيزان لساتها رافضة حقيقة موته ومو متقبلتها أبدا حتى تشوف الحقيقة بأعينها. وصرحت أيضا عن موضوع هجرتها من سوريا مع عائلتها واللي كانت على قارب الموت، حيث قطعت بيزان وأمها وأخوها الصغير البحر عن طريق قارب الموت للوصول لألمانيا ليعيشوا ويستقروا هناك. فما توقع الجميع أن بيزان عاشت كل هالأحداث القاسية بطفولتها لتصنعها وتصير من بين أشهر اليوتيوبرز العرب وصاحبة أجمل صوت. فشو رأيكم بتصريحات بيزان والطفولة اللي عاشتها؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.